أيها الأمهات والآباء، دربوا أولادكم كل ليلة عند النوم أن ينوي الغزو لتحرير القدس والأقصى، وإذا وضع جنبه على الفراش بعد قراءة الورد القرآني وأذكار النوم أن يردد معكم دعاء الاستشهاد: اللهم إني أسألك خالصا الشهادة في سبيلك، ذلك كل ليلة. أحمد أحمد يا ياسين، للشهادة طالبين. أحمد أحمد يا ياسين، على الجهاد ثابتين. أحمد أحمد يا ياسين، للأقصى صامدين. على العين وعلى الراس، كل مجاهد في حماس. على العين وعلى الراس، كل مجاهد للأقصى. ابن القيرد والأفيون، خبي ذيلك يا شارون. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود. بالنباطة والمقلاع، بالنباطة والمقلاع. زلزل 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 بني قينقاع، بالنباطة والمقلاع. زلزل بني قينقاع.